الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. إيمان غرنا عرامة كذا الله عند بدين ولا قضاء قدر ولا بشوا سماه. لابد أن نؤمن بمراتب أربعة. هذا النال ثلاث لا يدام شو سكر دوبل. الأول العلم أن نؤمن أن الله عالم كل شيء ولا أخفى عليه شيء. ونام تري نام شو سكر دوبل. الله يلا كريم مريض ونم أبن غوبي ملا. الثاني أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فكل شيء مكتوب. عندما لا يا الله تعالى قلم يورد بين يورد كالبيتو لوجا بصارم بره يند اللام سبب يكمو هذا مولمن رجع برتمني كالبيتو هذا اللام رجع برتمني. الثالث المشيئة للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذ. تقول أنا أريد أن أذهب بعد الدرس إن شاء الله تعالى إلى المسجد النبوي. شاء الله أن تذهب تذهب. شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب. من أمر الله عند مسيئة أديس ما. أديمك أديس كان كريم من قلوب. ربنا أديس تند بدهي ماي ماترمه أبن رب بابي لود. وده هنا ماي إيه كلاس كريم يعني. بدل ذيك بوعان أنا أديس كنوا ذيك بريا. بس الله أديس تال ذيك بوعان أبو أديس كن اللينجيل بوعان أبو إلّا. الرابع أعمال العباد مخلوقة كالعباد. نهلا مداي. أديم غلا بمرتن إنجل، أبغى سرتيك بتو دهني يا أنا، ما تو أديم غلا بولت دهني. ماذا أصنع؟ يندارني أنا شيء يعني. أؤمن بهذه المراتب الأربعة. ينال غتّن غلا يوم، نمر بسوسي كلام. أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. الله هيك قلت سلمي جاري من دارا. أقول إن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل السعادة. يعني إيه بهاجمان مال بدان، رب يعني تنير تري كنوع دارا نمر أجيري كذا. أدعو الله سبحانه وتعالى يوفقني لسلوك طريق أهل السعادة ويجنبني سلوك طريق أهل الشقاء. Ada pernah bijak itu anak anak kita beri il, perwesi kibanu. Perajin itu pernah anak anak beri itu tercapai beri kibanu. Amala beri itu parti kibanu. وأعمل بعمل أهل السعادة ولا أعمل بعمل أهل الشقاء نسأل الله السلامة والله أعلم. Mula mula ini bijak itu tercapai kita perwatering kita, amala perwati kita. Perajin itu pernah anak anak kita perwatering kita perwati kita jadi kibanu.